الشخصي ليا خلاص اخترت رقم خلاص اه؟ راه ما بين 5 و 15 صح؟ راه ما بين 8 و 13 نشوف في جوج ارقام نشوف في 10 نشوف في 11 واحد فيهم صح؟ نشوف في نشوف فيهم في زوج 10 و 11 نخمم فيهم في زوج سبحان الله صح في 10 و في 11 صح واش احبس ما تقوليش واش يعني ولا كان 10 11 10 11 10 نوفمبر ولا 11 اكتوبر تاريخ الميلاد تاعك سبحان الله سبحان الله سبحان الله برافو والله 11 اكتوبر يوم ميلادي 11 اكتوبر 11 اكتوبر صح سبحان الله